كلمات عادية بقلبها الحمد لله. كان أول يوم امتحان طبعاً اليوم، وكان الجو متوتر شوي قبل ما ندخل، بس دخلنا الحمد لله. كان المراقبات معنا متساهلين، حسسونا بالراحة. الامتحان كان كويس الحمد لله، في المتناول، بنحل، بده وقت طبعاً، بس الوقت كان كويس وحلينا الحمد لله. اليوم كان عندنا امتحان عربي جلسة أولى، أنا فرع أدبي مدرسة إبراهيم الخواجة. نوعاً ما الامتحان كان جداً روعة، طبعا ما طلع عن الكتاب كل شيء من الكتاب، التعبير كان من واقعنا الفلسطيني، قدرنا نكتب. والامتحان كان فترته ويعني كتير يعني طويلة، مدته كانت يعني اللي مش دارس بيقدر يكتب فيه وبقدر يعبر عنه، والحمد لله. طبعا زي اول امتحان طبعا تكون خايف لان احنا مش متعودين السعام، الخوف والتوتر كان موجود، بس كنا متوكلين على الله طبعا. الحمد لله الامتحان اجى سهل كثير، احنا فرع صناعي اجى سهل كثير الامتحان، وبدوش كل السكر الحمد لله. كنت اول حاجه ما فيش توتر ما فيش خوف الحمد لله، انه حسيت حالي ان انا جاي اقدم امتحان طبيعي. بس المشكله انه قصه الدفتر هذا حل الاجابات عليه لخبطتنا، وممنوع نكتب على الورق، فانه كان ضيق الوقت انه كيف بدنا نكتب على الدفتر بنفس الوقت بدناش ننسى سؤال. انا من فرع الادبي، كان امتحان قدمنا امتحان عربي اليوم جلسه اولى، كان امتحان متوسط وسهل براعي كل الظروف، وان شاء الله خير وكل الامتحانات هيك. نفس اللي كانت تعطيني المعلمه، وانه ما في لقينا اي صعوبه، وكان كلياته يعني انا من الكتاب، والحمد لله وان شاء الله الكل بينجح. ميس طبعا هي اول بنت لي، فهذه اول تجربه اني اخوض تجربه امتحانات التوجيهي. في توتر كثير عالي، بس بدأت تطلع شوية أخبار الامتحان كويس اليوم، وبصراحة هذا إشي كتير مهم، لأنه إذا الطالب اليوم بلش الامتحانات بشكل إيجابي فإن شاء الله اللي جاي رح يكون أسهل. الامتحان كان سهل صراحة، من أسئلة الكتاب ما فيش لف ودور عن الأسئلة. شعورك أول يوم في امتحانات؟ شعور مخيف جدا وتوتر عالي دايم عند كل الطلاب، يعني والله جينا الواحد مش قادر يقف، بس الحمد لله الحمد لله. طول ما أنت متوكل على الله الامتحان رح يكون سهل. إحنا كفرع صناعي امتحان اجى سهل كثير، عرفت كيف باقي الفروع؟ بس حدش يقدم ارجع ورا يا عمي. صراحة الامتحان الأول ما كناش متوقعين إنه هو يجي كده، يعني لا كان سهل ولا كان يعني متوسط، ما بين متوسط لصعب تقريبا. في سؤال بيجي مثلا منيح من الكتاب وهيك، في سؤال تاني لا تماما يعني. الحمد لله كله مباشر، والامتحان كان سهل نوعا ما للي دارس طبعا، مش دارس الله أعلم. هو أهم إشي الواحد ما يتوترش، ولازم ينام قبل ما يجي على الامتحان عشان يجي مصحصح، لأنه لحد الآن مش نايمة، طول كنت أنا أغفي بالامتحان. الله هو شوف الأسئلة يعني كطبيعة، يعني في الإشي المباشر وفي الإشي اللي بده شوية تفكير، يعني بس إنه مش راح يخرج من اللي يعني كان نمط إنك تأخذه في الكتاب وأسئلة الكتاب واللي كان يعطينا إياها الأستاذ. على العموم يعني كانت متوسطة لسهلة يعني، والحمد لله.